النسخ الإزالة، نسخت الشمس الظل أزالته، فالمقصود هنا منسوخة أي مزالة، إما أن يزال حكمها وإما أن يزال رسمها، وإما أن يزال حكمها ورسمها الآية. وهذه فيها كتب يعني في هذا الموضوع في النسخ والمنسوخ. طيب، وهناك أيضا أحاديث منسوخة وليس فقط آيات. فالقصد أن النسخ إما أن يكون للرسم والحكم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس وهن مما يقرأ في القرآن. فالعشر نسخت حكما ورسما، ما هي موجودة في القرآن، والخمس نسخت رسما لكن بقيت حكما، وهناك آيات نسخت حكما وبقيت رسما. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فنسخ حكم 100 يغلبوا 1000، فهذا نسخ الحكم والآية موجودة. ومثل قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. جماهير أهل العلم هذه الآية منسوخة بقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فيقول هنا منسوخ الحكم لكن اللفظ موجود. وهذه مسألة يعني تصل في كتب العلم.